مره تانية يلم كورته. برناردو سيلفا يغير خالص هنا عندي عند جواريرو نجم فالنسيا، ارضيه صغيره يرجعها لورا في اتجاه موتينيو على وسط الملعب. نقله والثانيه البرتغال عايز يمسك كوره علينا شويه، عايز يحطها في خطيره 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 على يمينه، عرضيه عاليه ويا الشناوي يا الشناوي. خلي بالك كل الحاجات اللي هي في المنطقه دي هتلاقي الشناوي ما شاء الله، الشناوي يعني طويل وقامه عاليه جدا، وادي واحده من النني تتقطع وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح منتخبنا من ناحيه اليمين. يا مسهل كوبر وقف.